كله عارف موضوع ماتش المغرب، المنظر للسوء اللي اتعاملنا بيه هناك، اتضرب علينا حاجات، كل حاجه شتمنا واتمرمطنا وتعلق صور. انا بتكلم بيها الحقيقه، يعني بصرف النظر احداثه عدت، انما كان بيتحط علينا وقلنا الكلام ده 100 مره، واليوفا كلها في الملعب مسيئه لمصر، مسيئه لمنتخب مصر. يكفي ان انت بيصور الفرعون وهو نازل على الارض بيترجى الاسد الاطلسي، حاجات وصوره حيوانات وحاجات ما علينا. هو طبعا شعب عزيز علينا، الشعب المغربي، بس هي في الكوره في منافسه شمال افريقيا معروفه كده. بس كان في استفزاز جامد جدا هناك، وكل اللعيبه كانوا في حاله من الذعر اللي شافوه والبتاع والاحداث اللي كانت موجوده من الجماهير هناك. بس انا طبعا كالعاده اصطادوني انا في مصر، كان هو احنا قدرنا كده انا وحسام على طول اختيارهم ان هم يضحوا بينا على طول يعني. فدي فكنت فتوقفت 98 ولا فورمه في احسن فورمه ليا، دليل على كلامي ان لما بعد ما فزنا ب 98 الكابتن رجعت المنتخب، لعبت في كاس القارات، خدت احسن ظهير ايمن في كاس القارات في التشكيل المثالي لل 11 اللي في كاس القارات منتخب العالم. وللاسف برضو من ضمن الحاجات برضو كان الايقاف، ما كانش من الاتحاد الافريقي، كان كل اجتماعات الاتحاد الافريقي ما فيش ايقاف، ما فيش اي عقوبات، لان ما فيش اي حاجه موجوده ولا في تقرير حكم ولا في اي حاجه. ورجعوا للاحداث يعني. ففي ضغط حصل للاسف من النادي اللي ساعتها كنا في النادي الاهلي موجودين، بس كان في علاقه الكابتن جوهري بالنادي الاهلي علاقه كانت سيئه. انا بتكلم النادي الاهلي، الظروف دي حصلت وانا كابتن النادي الاهلي وانا لعيب النادي الاهلي وانا ابن النادي الاهلي، بس كانت في حاجات تصفيه حسابات جت على حسابنا احنا. راحوا عاملين العقوبه، قال لك 3 شهور ايقاف. تبدا منين؟ انت اللي بقيت القتيل واللي بيعمل مشكله، مش المفروض من يوم الحدث تبقى على ذمه القضيه وعلى ذمه محبوس؟ ادوني 3 شهور حاسبينها بالظبط، 3 شهور تبدا من شهر 9 مش من شهر 6 اللي حصل فيه المباراه بتاع المغرب. شوف التعنت، واتعمل قرار سريع رغم الاتحاد الافريقي صرح قبلها ب3 شهور من شهر 6 لحد شهر 9 ان مفيش عقوبات ومفيش اي حاجه. ولما عملوا عقوبه متوضبه عملوها تبدا من اخر شهر 9 عشان تبدا البطوله انا مش فيها. تمام؟ النقطه الثانيه، كلمت الكابتن صالح الله يرحمه، فقلت له الناس دي بهدلتنا هناك واتظلمنا هناك واتبهدلنا وكده. فقال لي بعد معاناه، برضه الناس لازم تعرف الدنيا الكره المصريه بتدار طول عمرها ازاي. فانت رئيس اتحاد، فالمفروض القرار بتاعك، بس هو خاف قال كده بالظبط. لازم النادي الاهلي يديني الضوء الاخضر ان يرفع الايقاف، لان النادي الاهلي هو اللي كان عامل الايقاف ساعتها داخلي، عشان اقدر ارفع عنها الايقاف. الاتحاد انت المسؤول، زي ما حصل قبل كده في احداث في بعض اللعيبه، اللعيبه تبقى موقوفه والاتحاد اللعيبه، حصلت اسامي كتير ده. فالكابتن صالح قال لي اللي انا اقدر اعمله ان انا مش هشيل الايقاف، لو الاتحاد الكوره شال الايقاف انا مش ههاجمه، بس انا مش هشيل الايقاف. طبعا كابتن سمير ما ينفعش يشيل الايقاف عشان النادي الاهلي مش هشيله. فتوقف البطوله.